four factors هن اختراعهم شخص اسمه دين اوليفر اللي هو one of the founding fathers of the analytics movement. شو هن الفور فاكتورز؟ الفور فاكتورز بيتالفوا من اربعه offense واربعه defense، لانه هن الاربعه تبع الاوبوننت هن بيكونوا الاربعه defense تبع الفريق. الافكتيف فيلد جول برسنتج، الافكتيف فيلد جول برسنتج هي بتحلل نسبة التشويط من اثنين ومن ثلاثة وتعطيهم رقم واحد، بتشكل 40% من الربح. يعني إذا 1% من الـ effective field goal percentage أحسن من 40% من 1% من أي من الـ factors اللي تحت، وهلأ بنصور ونشوف. بالنسبة للـ effective field goal percentage بنشوف إنه الرياضة 51% والأوبوننت تبع الرياضي يحدو 50%، أما بالنسبة للدينامو عم بيشوطوا بنسبة 54% والأوبوننت عم بيشوط 49%. هذا الشيء بدل إنه في شوية بريشر على الشوط ضد دينامو أكثر من بريشر على الشوط ضد رياضي. تر أوفر برسنتج بتشكل 25% إمباكت أون وينينج، بتبين إنه 16% للرياضي مقابل 15% للدينامو which is balanced. الفرق انه الاوبوننت تبع الرياضي 17%، الاوبوننت تبع الدينامو 12%. هذا الشيء بياكد بريشر ديفنس مش ضروري على الشاطئ مثل ما شفنا فوق على الديفنس، وبياكد اللي حكيناه قبل على الستيل تو تورن اوفر ريشيو. اوفنسيف ريباوند برسنتج اللي حكينا عنها قبل وشرحناها بالتفصيل بتشكل 20% من الويننج، 20% impact on winning. offensive rebound percentage بنشوف عند الرياضي 39، عند الدينامو 29، 10% نفس اللي حكيناها من قبل. الفرق انه الاوبوننت تبع الرياضي عم يلم 29%، اما الاوبوننت تبع الدينامو عم يلم 35%. The free throw percentage getting to the foul line this one is crucial، بس impact on winning هي لأقل شيء بين هودي الأربعة 15%. بنشوف إنه الرياضي 24 والدينامو 32، وشفنا من قبل إنه ليش هيك الفرق هالقد بالشوتينج فاول. opponent 25 والopponent تبع الدينامو 24، وبالتالي رح تكون هودي النسب كروشل عندنا. الدينامو الفري ثرو هي كروشل لإلهم، عندنا offensive rebound للرياضي هي كروشل لإلهم، عندنا البريشر اون ذا بول على الدينامو they should work on it، وعندنا الشوتينج على الرياضي they should work on it. هلا بنوصل لترانزيشن اوفنس ترانزيشن ديفنس. اليوم مثل ما بنعرف في عندنا فاست بريك بوينتس اكثريتهم they will generate from steals. Steals they should score at each steal 2 points. وقت بيكون عندنا نحن رقم مثلا 10 ستيل المنطق والبرفكت وورد they should score 20 points. إذا كان أكثر من 20 points يعني صار التسجيل على فاست بريك بوينتس عم بيكون من خلال يا ريباوند and push the ball، أو حتى لو في they are pushing the ball faster. وبالتالي لازم يكون ratio equal to، وهو عندنا بالليج نحن الاوفنس والديفنس ايكوال تو الافرج. بنشوف الرياضي حطوا 132 نقطة من 81 ستيل هن عاملينهم، اي ريشيو 1.63. هيدا ترانزيشن اوفنس تبعهم. ترانزيشن ديفنس تبعهم الاوبوننتس تبعولهم حاطين 125 نقطة من اصل 69 ستيل، وبالتالي الديفنسيف ترانزيشن ديفنس تبعهم 1.8. مثل ما حكينا نحن انه الافرج للديفنس والاوفنس هو 2، وبالتالي هني احسن من الافرج بالاوفنس بالديفنس ولكن اسوء بالاوفنس. اما دينامو حاطين 159 فاست بريك بوينتس من اصل 57 ستيل، يعني اذا بتلاحظوا حاطين اكثر نقود باقل عدد من الستيلز، وبالتالي نسبة ارتفعت
بهذا الترانزيشن اوفنس 2.78 وبالديفنس مثل ما مبين they are equal للترانزيشن ديفنس تبع ريول. هيدي النقطة بدل الدينامو يحافظوا على ترانزيشن اوفنس تبعهم ويحسنوا إذا فيهم الترانزيشن ديفنس، أما الرياضي ضروري جدا يعلوا الترانزيشن اوفنس يكون مور افكتيف ويبقوا أو يحسنوا ترانزيشن ديفنس.